كانت ايه يا كابتن رياض؟ احنا كنا بناخد ساعتها كابتن معانا انت عارف الفتره دي فتره الظلام ده كان في عز حرب الاستنزاف عز بقى طائرات الفانتوم وضرب مدارس الولاد والبنات وفي ابو زعبل وفي بحر البقر. ورغم ذلك الحمد لله كنا سفراء لمصر بنمثل مصر مش بنمثل الانديه ساعتها وكنا بناخد معانا كل الاعلام المصري كله يا كابتن. نجيب المستكاوي عبد المجيد نعمان حمدي النحاس فايز الزمر محمود السعد كل ما تتخيله حضرتك من الصحفيين كلهم معانا يعني. فكنا بقى وكان زمان ما كانش فيه زي الوقت بقى طياره خاصه او اللي بتتنقل في كل حته حتى بطياره خاصه. لا احنا دلوقتي اللعيبه مرفهه نيجي نروح نلمح في كتوكو طياره خاصه بتروح قبل المباراه ساعتين طبعا يا كابتن. لا احنا رحنا بقى نروح مثلا عشان تروح تنزل غانا في اقرب عين عشان تروح كتوكو قبيله الاشانتي بتركب اتوبيس يقعد 10 12 ساعه الاول. مين اللي كان دمه خفيف؟ دمه خفيف كان حوده بقى يعني بيعمل الكلام ده كان بيتراهن في العربيه بيعمل حاجات يعني تهلك من الضحك تضحك الجهاز الفني وتضحك كل الاعلاميين الكبار اللي كانوا معانا. كذلك لما كنا في الخليج برضو ايام بين يعني بين 67 برضو وبين كاس افريقيا يعني احنا رحنا الاثنين في الخليج والدول العربيه والافريقيه ده وقت دعم المجهود الحربي برضو مع اللي كان بيعمله دايما النادي الاهلي وما زال بيعمله ودي مبادئه النادي الاهلي يا كابتن ان احنا ما كناش حتى بنروح الاسماعيلي لوحده ده كان سياسه المهندس عثمان احمد عثمان يعني كان في 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 جوله الخليج دي يا كابتن لعبنا فيها كل منتخبات الدول العربيه كان معانا رفعت الفناجيلي وطه اسماعيل والكيلاني وشحته الاسكندراني والبوري يعني اسماعيلي اهلي ترسانه وعز الدين يعقوب وبعد كده حتى اولمبي المانيا يا كابتن راح جاء معانا ابو العز وابراهيم الخليلي كل زي ما فيك زي ما قلنا في الاول يعني كان معانا بدع فتاح ومحمد بدوي وتوتنهام قريه اهلي وزمالك اهو نفس الكلام يعني. هرجع لمباراه نهائي افريقيا سنه 70 المنظر عمره ما يتنسي والله يا كابتن شكل الجمهور وهو على اعمده النور ومش جمهور الاسماعيلي بس يا كابتن ده اهلي وزمالك واسماعيلي وكل جماهير مصر ان هي دي الفرحه اللي كانت موجوده وقت العتمه. ما فيش اي نشاط كمان غير حد بيلعب غير الاسماعيلي. فاكر شكل الجمهور يا كابتن رعو؟ يا كابتن احنا كنا معسكرين قبلها باسبوع في استاد القاهره في الاستاد نفسه يا كابتن. فكان كل يوم باعتباره ماتش سياسي تعليمات القياده السياسيه كان بيجي لنا كل يوم بقى محمد بكر احمد يجي لنا سعد زايد يجي لنا صفي الدين ابو العز كل دول وزراء يعني ومع حفظ الالقاب يعني عشان يعني يرفعوا روحنا المعنويه قبل المباراه. حتى كان في الفتره دي كمان الكابتن محمود الخطيب وفاروق جعفر وحسن درويش ومجموعه كلهم حضروا حتى الماتش بتاعنا بتاع الماتش النهائي في مدرسه الموهوبين طبعا واحنا كنا معسكرين جوه الاستاد يعني فيوم البطوله بالليل يا كابتن ليله البطوله ليله المباراه طبعا بيأهلوا فينا طبعا عشان فرحة العتمة دي كلها قمنا الصبح رحنا الميريلاند الساعه 10 عشان نتغدى الساعه 11 لانه الماتش كان بيبقى الساعه 3 زمان يعني غالبا يعني. فروحنا خرجنا بره رجعنا بعد يعني قبل الساعه 12 ما عرفناش نخش شكل الجمهور احنا جينا عشان نخش ما عرفناش نخش الممر اللي انت بتسمع من فوق خالص يا كابتن في الاستاد عشان تنزل. فاكر زمان كان في ممر طويل اصلا ينزلك الملعب الممر ده بقى مقفول يعني كله جماهير ما في حد محدش هيشوف حاجه الماتش خالص احنا عشان ينزلونا يوم الماتش ده يا كابتن كسروا لنا شرعتين ازاز من اوضه اللبس عشان يعدوا منهم ونخش ما دخلناش دخلنا على المقصوره ونزلنا على الملعب عشان احنا نلعب المباراه. وبعدين عملت الاناره ولما احنا داخلين اصلا يا كابتن كان في 40,000 متفرج يوميها مش عارفين يخشوا ما دخلوش فعملوا لهم بقى شاشات عملاقه عشان يتفرجوا على الماتش. واول مره الاستاد في تاريخ حياته لا تقول لي ماتش الجزائر ولا تقول لي يعني الناس على عمدة والناس على عمدة الاناره يا كابتن ولا تقول لي 2006 مع كابتن حسن شحاته انما لا كان يوم تاريخي الحقيقه يعني. والتذكره كان بكام؟ خمس قروش خمسه يعني لو التذكره دلوقتي ب 50 جنيه اقل حاجه كانت جابت ملايين الملايين يعني. ورغم ذلك يعني كان ماتش عصيب جدا وكسبناه. على ابو جريشه جاب الجول الاولاني وسيد بازوكا جاب الجونين الاخرانيين فاول وضربه جزاء. مكافاه كان وقتها كام بقى؟ مكافاه افريقيا وحاجه كبيره اكبر مكافاه خدناها في حياتنا وسكنت بيها هنا في اللعب المكان.